اقتصادية صعبة يعيشها المواطن اليمني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أصبحت سببا جوهريا وراء اندلاع واستمرار التحديات السياسية والأمنية في اليمن. البطالة المتفشية في أوساط الشباب تعد بحد ذاتها معضلة كبيرة تقود الشباب إلى الانخراط في وسائل أخرى غير قانونية كنتيجة حتمية لحال الضياع التي يعيشونها. يضاف إلى ذلك فشل الحكومة في تحقيق انتعاش اقتصادي من خلال وضع دراسات جدوى ذات كفاءة لاستغلال تعهدات المانحين، بما يساهم في انتشال الاقتصاد من الوضع الذي يعاني في ظل انتشار الفساد. متهورين ذا الأيام، وخاصة من بداية الثورة بكل صراحة. احنا نتكلم كنا الغاز معدوم، البترول ماسكين سرا المحطات مليانة، يعني سرت نشوف خلق الله مشي معايدين كودن في المحطات جالسي. الوضع الاقتصادي والله في اليمن متهور قوي 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 لا أبعد الحدود. يعني هذا السنة والله إن الشعب بيدور ما ياكل، يعني احنا حراف لا عيدنا لا سلمنا عند أحد، جالس في البيوت والمسؤولين معيدين وبيبصروا جهالهم ويبصروا نسوانهم ويبصروا بناتهم ويبصروا خواتهم، اللي احنا يعني احنا معذبين باقوى قوم من حين ما رحل علي عبد الله الصالح. كل ذلك ادى الى بروز تحديات جديده تمثلت في تفاقم عمليات الاغتيالات التي تستهدف منتسبي الجيش والامن والشخصيات الاجتماعيه والسياسيه بين الحين والاخر، في حين تقف الحكومه موقف العاجز عن كبح جماح الارهاب والانفلات الامني الذي غدا واضحا ومهيمنا على معظم ان لم يكن كل المحافظات. اقول لك الانفلات الامني انفلات فظيع، لا شفنا منه قبل ولا بعد ولا ندري لين المصير. والله الوضع الامني يتخربش، اصبحت العاصمه عصابات مسلحين في كل شارع. الوضع الذي يعيشه اليمن من مختلف جوانبه الأمنية والاقتصادية يحتاج إلى وقفة جادة من جميع أبنائه للعمل بروح الفريق الواحد وتغليب مصالح الوطن فوق المصالح الضيقة والحزبية. سامي الحجري، اليمن اليوم.